أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الأكارم، الصحة والسلام لكم في كافة الأوقات والظروف، ولكن من خوفنا عليكم من حرصنا عليكم نطرح هكذا مواضيع لتجنب الحوادث اللي تصير. ينضم معنا العقيد رحمن حسين مهدي، مدير العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني في العراق. أهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا، حياك الله وكل عام وانت بخير ولو متاخر. حياكم الله، كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك سيادة العقيد. صباح ان شاء الله يسلمك. يسلمك سيادة العقيد. خلينا نتعرف البداية عن المخاطر اللي والحوادث اللي ممكن يسببها ارتفاع درجات الحرارة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ارتفاع درجات الحرارة هذا وارد، وكل سنة احنا نمر بهذه يعني الارتفاعات، وتقريبا المنطقة كلها تمر بهذا الارتفاع. ليس بالغريب على يعني بلدنا ارتفاع درجات الحرارة، لكن الغريب بعدم التزام وتهاون بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بالدفاع المدني، ابتداء من المنزل وانتهاء بالمصنع والمعمل والمخزن. احنا اذا توفرت عندنا يعني فد ادوات بسيطه داخل البيت، داخل العجله، داخل الدائره، يمكن نقدر يعني نتفادى الخسائر الكبيره. اما الحوادث فهي يعني اغلبها هي اهمال وتقصير بتطبيق اجراءات الدفاع المدني. نعم، اليوم احنا بنسمع انه اجراءات وقايه، يتصور يعني ما يخطر بالذهن خلجاتنا انه هاي مطفئه الحريق وانتهى الموضوع. لا، هي أكيد أنه كثير من الالتزامات إن كانت تخص الكهرباء، إن كانت تخص المطابخ والغاز وغيره. شنو أهم الإجراءات للوقاية والابتعاد عن حدوث الحوادث؟ طبعا الدفاع المدني يعني كل بداية موسم تصدر عدة وصايا وإرشادات. نعم. من ضمن هذه الإجراءات هي إجراء الكشوفات. نعم. على المشاة الكافة يعني حسب. نعم. المادة 11 الفقرة 6 على الدفاع المدني إجراء الكشوفات على المنشآت. طبعا من نقول المنشآت هي المنشآت الحكومية والمنشآت القطاع الخاص والمختلط. يتم تثبيت ما يتم تثبيته من متطلبات الوقاية وتأشير المخالفات. نعم. هذا يسمونه الكشف الأول، احنا في مصطلحاتنا يسمونه الكشف. نثبت هذه المخالفات ونثبت هذه الإجراءات ونطلب من صاحب المشروع أو صاحب الدائرة أو مدير الدائرة أنه إحنا راح نعطيه فترة 90 يوم لإزالة هذه المخالفات. نعم. وتثبيت متطلبات الوقاية السلامة. خلال الكشف الثاني وهو متابعة للكشف الأول، إذا لقيناه منفذ فهو يعني دا يصير بالخط الأمن. نعم. إذا ما ينفذ يعني راح نحيله إلى جلسة الفصل داخل مديرية الدفاع المدني، هي محكمة مصغرة تفتح ملفات المخالفين ومناقشتها ومعرفة أسباب لماذا لم يتم. شنو أهم العقوبات اللي يخالف؟ طبعا المادة 20 كان بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص؟ القطاع الحكومي احنا نكتب إلى المراجع. نعم. يعني مثلا شفنا مخالفة في مستشفى. نعم. نكتب إلى وزارة الصحة. في معمل نكتب إلى وزارة الصناعة. الصناعة. وعندنا تقرير سنوي. نعم. يعد من قبل مديرية الدفاع المدني بكافة دوائر الدولة ومصانعها ومعاملها، وهذا التقرير السنوي يقدم أمام سيد معالي وزير الداخلية ويتم المصادقة عليه ومن ثم يوزع إلى الجهات المعنية. أما القطاع الخاص يعني هذا احنا راح يصير جلسة الفصل وفق المادة 20 و21 من قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013، يا أما الغرامة يا أما غلق يا أما إعطاء مهلة. يعني احنا صاحب مشروع مثلا نلاحظ مطبق 70% من المتطلبات، نعطيه نمدد له المسافة، نعطيه الوقت أكثر حتى يكمل ما يتم تثبيته من متطلبات الوقاية السلامة حتى يكون خط آمن ويعني مكان آمن. أما اللي ما يمتثل لهذه التعليمات فراح يحال إلى المحاكم الجنح ويكون تحت طالة القانون. نعم. طيب سيادة العقيد، يعني رغم هذه الإجراءات اللي تتخذوها وأيضا واللي يتم الإعلان عنها والإرشادات، لكن خلينا نكون صريحين، ما نزال بالشارع في أغلب مؤسسات نشاهد بعض الأخطاء اللي ما تزال موجودة، السقوف الثانوية وتغليف الجدران على اعتبار أنه هي أقل كلفة. نعم. وأسرع ممكن أنه بالتنفيذ، الأسلاك الكهربائية، خطوط المولدات، خطوط طيب هذه كلها في ظل ارتفاع درجات الحرارة كيف يكون التعامل معها؟ خصوصا أنه هي راح تكون المسبب الأساسي للحريق. طبعا هي يعني الأسباب كثيرة، يعني مثلا صاحب المصنع أو المتجر أو المخزن أول شيء نوصيه
صيانة الأسلاك الكهربائية. نعم. اختيار الأجهزة الكهربائية ذات المناشئ الرصينة. مثلا جنابك أنت في بيتك كان قبل 10 سنوات عندك مكيف واحد. نعم. هسه سبحانه وتعالى يعني وفقك. صار الدخل متغير. صارت أكثر من. نعم. نعم. يعني الأحمال اللي يصير على الأجهزة الكهربائية يجب نتابعها باستمرار. ويعني يجب صيانتها باستمرار حتى تتحمل مع درجات الحرارة تتحمل هذه الأحمال الكبيرة. خلينا نتحدث بصراحة عن هذا الموضوع. يعني لو كنت أنا اليوم صاحب محل أو صاحب مشروع أو حتى صاحب منزل، بالتالي الأسلاك هي تمر من جانب منزلي، هذه أسلاك المولدات وغيرها، هو مسك واحد ولا اثنين ولا عشرة، بالتالي من المعقول أنه أنا أتحمل النتيجة اللي راح تصير؟ مع أني معرضة للخطر هذا 100%، لكن إنه كيف يكون التعامل معاه؟ يعني الخطر إذا خارج البيت يختلف من الخطر اللي داخل البيت. يعني بالنتيجة هو حريق ممكن يدخل. لا الحادث لما يصير داخل البيت، يما ستائر، يما آثاث، يما مواد نفطية، يما أجهزة كهربائية، السلك اللي دا يصير خارج هذا يعني مثلا محاولة قريبة على بيت. كم حادث صار عندنا؟ انفجار المحولة. نعم. وهذا الانفجار سبب باحتراق الدار. إذن يعني المسؤولية مشتركة، احنا يعني كليتنا دفاع مدني، جنابك انت دفاع مدني، استاذي العزيز دفاع مدني، انا دفاع مدني، كل من ضمن مكانه واختصاصه. نعم. وبيته. احنا يعني مديرية الدفاع المدني اطلقت حملة دفاع مدني في بيتك. رب الأسرة يختار يوم من ايام الشهر، ويفضل يعني براس الشهر. نعم. يعني بعد مستلم راتب يسوي صيانة للكهرباء، للأجهزة الكهربائية، للسيركت، للكيبل، هذه مهمة جدا. يقتني لفد مطفأة بسيطة، يعلم أهله كيف يستخدم المطفأة. يعني أي موقع يدخله للدفاع المدني يقدر يتعلم من عنده كيف يستخدم المطفأة. إضافة يعني عندنا في قسم التدريب دوائر الدولة باستمرار على طيلة السنة هم يرسلون موظفينهم لإدخالهم دورة الدفاع المدني. هذا جانب آخر. الدفاع المدني يعني لم يقف مكتوف الأيدي أزاء هذه الحوادث. احنا صارت عندنا مثلا قدمنا دراسة إلى مجلس النواب بتعديل 4 مواد وأضافة مادتين تكون المادة 20 يعني صلاحيات أكثر، عقوبة أكثر. احنا صاحب مشروع يعني غرامة 1,000,000 فشي بسيط. نعم. فاحنا شفنا الغرامة أو العقوبة لا تتناسب مع المخالفة، فقدمنا مقترح، وإن شاء الله يعني نتمنى أنه يصوت عليه مجلس النواب حتى نضع حد. يعني يوم الجمعة كانت يعني توجيهات السيد الوزير المحترم واضحة، وكانت مديرية الدفاع المدني بحاجة إلى هذا القرار. المشروع المخالف يغلق المشروع المخالف. هذا اللي نتمنى، أنه أي مخالف بأي جانب من جوانب الدنيا، أنه أي واحد مخالف يغلق خصوصا إذا كانت حياة الناس مهمة. إلا إزالة المخالفات. نعم. يلا نقدر نسمح له أنه يفتح المشروع مالته. أكيد. لأنه اللي تمنى أرواح المواطنين. قطعا. هو نفسه صاحب المشروع، إحنا يعني حفاظا على روحه هو كشخص تهمنا أنه سلامة العاملين، سلامة المنتوج الوطني. احنا كل هذا استنزاف من المنتوج الوطني. نعم اكيد. ويعني يعني حضراتكم تتجولون وتشوفون المولدات الاهليه والشبكه العنكبوتيه المخيفه يعني والمرعبه والتلكؤ ب يعني عام 23 الكهرباء العامه الوطنيه، وهذه الاخطاء انه تجي ضعيف وتضرب المحاولات. عندنا كثير من الاخطاء. استاذ الرحمن احنا باقين وياك وعندنا مجموعه من الاسئله، وانا عندي سؤال جدا مهم عن استغلال بعض سائقي المركبات بالسير خلف عجلات الدفاع المدني، ولكن بعد ما نتابع هذا الاستطلاع من محافظه بابل مع زميلنا حسنين، ولا نعود ايضا. يعني شغله ربانيه، يعني تقول لرب العالمين لا جوز بيها فد يعني معجزه تصير علينا، جوز بيها فد فائده للبشر، هالبكتيريا هالامراض هاي تموت من وراء الحراره هاي، يعني جوز هي رحمه مو نقمه علينا، بس احنا هم يعني شويه جود من الماجود. يعني هل تقدر تتعاون ويا اخوك؟ ارتفاع درجات الحراره في العراق موضوع صعب جدا، احنا كعوائل يعني وعندنا اطفال وعوائل الموضوع صعب علينا جدا. يعني احنا بالبيت الجو حار مرتفع جدا، يعني ماكو انسان اتوقع يقدر يتحمل هاي درجات الحراره. واضافه الى هان يعني كانسان متزوج عده طفلتي بالليل كله ما تقدر تنام بسبب ارتفاع درجات الحراره، يعني تجيك ساعتين وساعتين، والساعتين اللي تجي بها
يعني الكهرباء تجينا في ساعتين وساعتين متقطعة. فنرجو من الجهات المعنية إيجاد صيغة حل لهذا الموضوع. يعني تطلع برا يعني خارج البيت حارة، تدخل للبيت حارة، فإحنا كمواطنين أبسط حقوقنا هي إيجاد الكهرباء، فهو موضوع بسيط. يعني نرجو من الجهات المعنية فد إيجاد حل لهذا الموضوع ونتأمل خير بهم إن شاء الله. الرحيم، أول شيء إحنا أصحاب محلات منتجع بابل السياحي، هذا اللي شوفه قدامك. حرام يعني هسه الساعة بستة العصر أو ستة ونص ودا أشوف قدامك إيش كم عائلة يعني موجودين بسبب يعني ارتفاع درجات الحرارة. لأن إحنا بالارتفاع الحرارة يعني ما العوائل ما تجي الصبح ولا الظهر، إحنا يبدأ شغلنا من العصر فما فوق. ف يعني إحنا نريد بالنسبة إن دعم للسياحة، دعم للسياحة مو بس بالهذا، مو بس بالحلة، بالفرات الأوسط كله. يعني إحنا دا نعاني هاي المعاناة كلها، العوائل دا تشرد مننا، تدور العالم بالحر، تدور مصايف، تدور شلالات، تدور شمال، دور اقليم كردستان، يعني تسافر خارج العراق بسبب الحراره. اضافه الى هاي احنا نعاني من شغله ثانيه اللي هو مصدر رزقنا الكهرباء. يعني نطالب الحكومه المحليه ونطالب الحكومه يعني انشاء محطات كهربائيه. ان يعني هي فتره الصيف هي كلها 3 اشهر او 4، يعني الكهرباء الحقيقه بهاي الثلاث اشهر احنا نعاني معها معاناه. بالنسبه لنا حتى تاثر على رزقنا كمكاين كبرادات، يعني بكل شيء بكل الاحوال الكهرباء هي مصدر رزقنا الوحيد. حقيقه احنا مواطنين محافظه بابل الناشد وزير الكهرباء تحسين كهرباء. الوضع تعرف انت الكهرباء في البيت مو جيده جدا، فنطلع هنا بهذه حتى تكون الوضع شويه جو حار. حقيقة أكو عطلات وأكو صيانة كثيرة. نناشد إحنا أكو بعض المناطق لا يوجد لديها كهرباء ولا يوجد لديها تحسين بالكهرباء. و أنت تريد تنفع عنك وعن عائلتك شلون زين، ولو هي هاي بيد رب العالمين مو بيد أحد، بس شيء على شيء الحمد لله تقدر تطلع وتمشي، بس مو ذيك اللي أنت ببالك راسمها. يعني انت تمشي منها تشوف التعرق الجسم والهاي، يعني وانت بعد قيس من هاي وقيس، يعني زين كل ساعه تريد ماي، كل ساعه تريد، يعني انت بدل ما تطلع تتنفه بشيء حلو انت لازم ميك، لازم عصيرك، لازم يعني هاي كلها. واحنا من فضل الله جونا بالصيف صيف، يعني صيف صيف، وبالشتاء قلة عندنا الشتاء هي وما تقدر تطلع بهن لأن هم يصير الجو بارد. رجعنا وياكم مشاهدينا من جديد وما نزال بحوارنا مع العقيد رحمن حسين. سيادة العقيد، أنه كثير من المرات نشتكي من عدم وصول سيارات الإطفاء، أنه تأخرت سيارات الإطفاء يلا وصلت للحريق. أكيد هناك إشكاليات، هناك آليات للموضوع. ممكن أنه في حال أنا هسه بلغت عن حريق معين، كيف تكون الإجراءات وش قد ممكن يستغرق الوقت؟ طبعا عجلة الدفاع المدني احنا عندنا عجلتين، عجلة 7000 لتر وعجلة 11 لتر. هذه العجلة وزنها 30 طن، تعمل بمنظومة الهواء، تقطع الكيلو، هاي من 30 طن تقطع الكيلو بدقيقة وعشر ثواني إذا كان الشارع بدون معرقلات، دقيقة وعشر ثواني. هذه من تشتغل بمنظومة الهواء. يعني مثلا فد خلل بالشارع، فد نقول مثلا بين قوسين طسة، لازم يخفف، يعني لازم يعيد النمرة ويقف فوق المطب ومن ثم ينطلق. هذا إحدى المعرقلات. ثانياً عدم وعي سائقي العجلات يتسابق مع عجلة الأطفاء. وهذا كان سؤالي قبل الفاصل، أنه اللي يمشون خلف العجلة واللي يمشون أمام العجلة. مهم جداً تكون عندنا هاي الثقافة. نعم. عندما أرى تحت الطريق لسيارة عجلة الأطفاء، عجلة الإسعاف. نعم. هذه يعني خلي يفكر المواطن أنه أكو أرواح داخل مكان نريد ننقذه. إحنا نتعامل بالدقائق بل أجزاء الدقائق. يعني هذه العجلة يجب إفساح المجال لها بالشارع. نعم. هذه العجلة يعني عندنا في التوقيتات وعندنا سائقين مدربين
بقيادة هذه العجلة، يعني قيادتها ليس بالسهل. إضافة للأسلاك الكهربائية، ضيق الأفرع، التسابق مع العجلات، حفريات القطاعات، الحفريات، ولا سيما يعني احنا حاليا نشهد في بغداد فد نهضة عمرانية، جسور ومجسرات وأنفاق، ما يعني ما تقدر تقود العجلة بالسرعة الممكنة. فمن اللي يساعدنا؟ يساعدنا المواطن، نفس المواطن هو نقول له يا بفد نقطة دالة، ينطينا لازم فد نقطة دالة معروفة. صح هو يعني صاحب الدار، صاحب المشروع، منهمك بالحادث، المواطنين القريبين عليه خلي يقومون بهذا الدور. يعني احنا يجينا الاخبار متاخر بعد ربع ساعه من الحادث، اضافه معرقلات الطريق، المطبات الاصطناعيه، المطبات الاصليه، الاسلاك الكهربائيه، الفروع الضيقه، تسابق العجله، هاي كلها اسباب لتاخير عجله الاطفاء. استاذ الرحمن، برايك حسب توقعاتك باعتبارك انت اعلامي ومدير علاقات واعلام، ايش كم مواطن عراقي يعرف رقم الطوارئ للدفاع المدني؟ والله احنا اللي حد قبل يعني 3 ايام كان السيد مدير الدفاع المدني بكشف على المولات، وسال احد الموظفات رقم الدفاع المدني، يعني موظف يمكن قال له 180، موظف قال له يمكن 120. فهذا الرقم يعني احنا نطلب من المواطن انه يحفظ هذا الرقم 115 بالموبايل مالته. احنا صار عندنا حادث في قريب الموصل بموسم الامطار، يعني صاحب عجله بالوادي ويعني سبحان الله هو توقف الفد مسافه وسيول، اتصل بال 115، جت عجله الاطفاء، مدينا له سلم من عجلته الى عجلتنا، وتمكننا انه ننقذ العائله بالكامل برقم الدفاع المدني 115. وهذه فرصه نحن في قناتكم، قناه العراقيه الراقية جدا، بتعريف المواطن برقم الدفاع المدني. طبعا هذا الرقم سيطرة الدفاع المدني تعمل خلال 24 ساعة. طبعا لكم مبادرة قام بها مجموعة من الشباب المدنيين، جدا احترمها وجدا اقدرها، هم مبادرة بجهود ذاتية، هم العام على ما اظن او العام اللي سبق هم سووا ورقة مثل هذه الورقة، كتبوا بها مجموعة أرقام، من رقم الدفاع المدني، رقم الكذا، رقم الشكاوى، ومن ضمنها رقم الإسعاف ورقم الكذا، وقاموا يوزعوها بأكثر من المحال، وأنا بالمناسبة مصورها. طبعاً جيدة. وهذه مبادرة جداً جميلة، وأيضاً نتمنى أنه تنشر أرقام الدفاع المدني في كافة اللوحات الإعلانية وأيضاً. إحنا عندنا حملة يعني توزيع إرشادات ووصايا، ومن ضمنها الإرشادات إنه رقم الدفاع المدني 115. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد على كل هذه المعلومات، وأكيد إحنا نتمنى الصحة والسلامة لكل مواطنينا، وأكيد أيضا نتمنى الالتزام بكل الإرشادات خصوصا إرشادات السلامة بالنسبة للحرائق.